ممكن بقى نشوف حتة كده ولو بسيطة من الصفارة وبعدين نرجع نكمل الكلام. شيرين مراتي قمر ومبسوطة. شفيق أنا مش قادرة أتخانق خالص خالص خالص، لو سمحت كمل لبسك بقى علشان تلحق حاجتك المهمة. الحلو مقموس. أكيد وحشها و... ده حب عنيف شكله ده بيزيد كمان بعد الجواز. فاكرة اليوم ده يا شيرين؟ فاكرة. المهم أنت تكون فاكر يا روحي. أنا فاكر طبعًا. أنا فاكر بس يعني أحب إن إحنا نفتكر مع بعض. احكي لي بقى كل دقيقة في اليوم ده عدت إزاي؟ عدت وأنت قاعد ماسك الموبايل بتبعت إيميلات. ما أنا أكيد كنت بعمل كده حبيبي علشان خاطر حياتنا والبزخ اللي إحنا فيه ده وعشان الشبق الاستهلاكي اللي عندك ده ربنا يزيح عنك. بس يعني ما سبتش الموبايل ولا لحظة؟ أكيد سبت صح؟ صح. الله أكبر. طب احكي لي بقى سبت الموبايل وعملنا إيه؟ أنا عايز تفاصيل، أحب الدقيقات. سبت الموبايل ومسكت الآيباد عشان جات لك فيديو كول. سبتني ليلة دخلتي ودخلت كول. دخلت جون؟ إزاي يعني؟ كول؟ أنا عملت كده؟ بص حبيبي يعني أي زوجين في الدنيا أكيد بيبقى في عندهم بعض المشاكل، مفيش حياة زوجية بتبقى حلوة طول الوقت. طب مفيش حاجة حلوة خالص أنا عملتها في الست سنين اللي فاتوا دول؟ لا عمل. جبت لي الهبابة اللي شغالة بره دي. أه والله شكلها مريبة جدا. وأنا قايلة لك 100 مرة إن أنا مش محتاجة حد يساعدني، بس إزاي لازم تقول لي حرام قطع الأرزاق؟ بجملة يعني هي جت على دي؟ خليني ساكتة. عادي. جيت في رحلتي عشان أتحول إلى هذا الحوت المستدير. أكيد كان ليا أخطائي. ركز في الشغل. شغل شغل شغل. عندي اجتماع لازم أركز. عن إذنك. أنت بتعمل إيه؟ أخد دش. وتاخد دش في أوضتي ليه؟ ما تاخد دش في أوضتك. أوضتك؟ هو كل واحد قاعد في أوضة؟ إيه ده؟ هو في غلطة في الحجز ولا أنتوا رشين عشان النمل؟ شفيق أنا مش قادرة أتعصب خالص. ماشي؟ تفضل روح اوضتك عشان تلحق حاجتك المهم. لا شيرين اوضتي واوضتك دي كتير قوي. اسمعيني يا حبيبتي اتفضل خد الكول اللي جايه لك دي علشان ما يفوتكش ديل او صفقه كبيره اكيد اهم مني. اتفضل. مش مهم صدقيني والله الحاجات دي. شيري ايوه يا زفت جاهز يا بيه. يلا الناس دخلوا الميتنج. وجيه انت اللي كلمتني ليله دخلتي صح؟ محدش يقول ان دي حلقه النهارده يا جماعه عشان انا ما شفتش الحلقه دي. انا شفت حلقه امبارح لما كان قاعد في العربيه الحلوه دي. دي مش حلقه النهارده؟ لا حلقه النهارده مش امبارح. لا استحاله. احنا ناخد راي ايه سماحه في الموضوع. احنا ايه سماحه معانا على التليفون صح ولا انا بتهيألي؟ الو ازيك يا ايه؟ ازيك يا يوسف؟ كل سنه وانت طيبه. رمضان كريم. وانت طيب ربنا يخليك. كل سنه وانت طيبين. انت شفتي الحلقه دي صح معانا دلوقتي؟ انا لسه راجعه من التصوير. ما لحقتش اشوف حاجه. لسه ما لحقتش ولا اي حاجه. طيب هقول لك مشهد انت وامين قاعدين وعمال بيكلمك ويا ترى الفرح واصلا انت دخلت على فيديو كول وخرجت من الفيديو كول دي تعتبر الحلقه الثالثه صح؟ دي كانت امبارح. دي كانت امبارح. ما اللي انا شفتها امبارح دي كانت ايه يا جماعه؟ انتوا هتلخبطوني. كانت حلقه اول امبارح للدرجه دي؟ انا انسان مش مركز في حياتي. طيب مفيش مشكله. لا ده رمضان. لا ده ممكن يكون السن يعني هنفوت دي ونتخطاها ونذهب الى مرحله اخرى. سؤال بقى عن الصفاره. انا كل اللي فاهمه دلوقتي انه امين جاب الصفاره بتاعه توت عنخ امون صفر بيها حصل له كل اللخبطه اللي في حياته دي. هل احنا هنكمل في نفس الحدوته ولا هي هتبقى اكتر من مره يعني يفوق ويصفر تاني وينتقل الى حياه اخرى او نمط مختلف ولا انتم مكملين على نفس القصه يعني دي تحديدا؟ يا رب بس ما بقاش كده بحرق اي حاجه. لا لا عادي ده هيحصل كتير. يعني هي الفكره ان هو كل مره بيرجع ثلاث دقائق لنفس اليوم اللي كان مهم بالنسبه له قوي اللي هيقدم فيه البرزنتيشن علشان يترقى ويتقدم لي علشان نتجوز. يعني اليوم ده كان مهم قوي اللي هو اليوم بتاع الحفله اللي دايما بيرجع له تاني علشان يغير اكشن واحد في اليوم. فبيترتب عليه بقى
مواقف مختلفة. هو كل مرة عاوز يظبط حياته فبتبوظ منه أكتر. بيحاول يظبط كل مرة بالظبط، ونشوف بقى هتظبط ولا لا. مش عايزة أقول أكتر من كده. طب هتظبط في الآخر؟ معرفش. لا تقولي لسه ما خلصتيش التصوير ولا تستدرجني ولا ما اعرفش. قدر الاستطاعة. الشغل مع أمين سهل ولا متعب؟ يعني أنا متصور إنه أكيد الشغل معاه متعب، يعني هتلاقي نفسك طول الوقت ما بتبطلش إفيهات أو ضحك أو خروج عن النص. ده أكيد. بص يعني أنا اشتغلت مع أمين قبل كده، بس كنا بنصور ما وراء الطبيعة، كان رعب. موت مختلف خالص وظروف تانية تماما طبعا. بس أنا بالنسبة لي شغل مع أمين مطمئن، يعني أنا بحس إن أنا مطمئنة جدا، بحس إن أنا في إيد أمينة، وبحس إن أنا قدام ممثل مثقف وبيدعم كل الناس اللي حواليه وبيركز في تفاصيل أنا بتعلم منها. فبالنسبة لي في كل مرة بتبقى تجربة جديدة وبتعلم منها حاجات وبتبسط بيها جدا. خلصتوا كم حلقة لحد دلوقتي؟ لا ما عرفش بالحلقات. أنا مش انتاج. لا يعني ما بتبقوش عارفين؟ يعني مش عارفة كم حلقة، بس يعني احنا خلاص بنخلص. خلاص قربتوا يعني؟ قربنا. طب دي حاجة لطيفة جدا. مين الأكثر سيطرة على الإفيهات اللي بتتقال، سارة هجرس ولا أمين؟ لا يعني في سارة وفي شريف وفي ومحمود، يعني في ناس كتير جدا، بس كله هو ده ميكس ما بين كل الناس. يعني بأمين على فكرة، بحاتم، بطاها، يعني كل الناس مشاركة في كل الإفيهات الصراحة، يعني ما حدش كله بيشارك. الحمد لله جات لنا الفرصه، فيعني كلنا بنستغلها على قد ما نقدر. بما انك مش عاوزه تحرقي لي حاجه، فانا الامر لله ومن قبل ومن بعد مضطر استسلم عند هذا الحد. عايزين نقول لك مبروك مره تانية على المسلسل. تحياتنا ليكوا. واضح جدا من الريفيوز اللي عماله تتكتب حتى على السوشيال ميديا انه الناس كلها بتتابع بكثافه المسلسل، فغالبا هيبقى واحد من هيبقى من التوب 5 غالبا في رمضان السنه دي، ده لو ما طلعش من واحد يعني. يا رب دعواتكم، يا رب نبقى ضيوف خفاف عليكم يا رب ان شاء الله. زي الفل باذن الله. كل التوفيق ليكم، وسلم لنا على امين سلام مربع والنبي. عينيا. ربنا يخليكي. تسلمي. الف شكر ليك يا ايه، كل سنه طيبه مره تانية، ورمضان كريم عليكم جميعا.